نقوم بحملة لقاح جلد العقدي الكتيل للأبقار في منطقتنا. يتميز هذا اللقاح بأنه عترة جديدة أدخلت على المنطقة مخصصة لمرض الجلد العقدي الكتيل، حيث سابقا كنا نقوم بتلقيح جدري الأغنام بجرعة مضاعفة للأبقار لإعطاء مناعة تصالبية ضد هذا المرض. الأعراض الأساسية للمرض هي ظهور عقد على الجلد وخسائر اقتصادية للمربي تكمن بقلة إنتاج الحليب وقلة اللحم. يعطي مناعة هذا اللقاح للحيوان تدوم لمدة عام كامل أو سنة. سنة الماضت هي أخيو ابتلينا بمرض ما كنا نعرفه نحن إيش هو، يعني عرفت عشون آخر شيء طلع هذا المرض كله حبيبات بالجسم. من جديد تعرفنا أنه هذا هو الجدري. الجدري أول يعني ما كان له طب، وهي خصائصنا كانت بعجل وزنه 400 كيلو، عزلناه لحاله وعملنا كل جهدنا فيه، آخر شيء ما لقينا له حل. المشكلة هذا الجدري لو عالجته ما بستفيد من علاجه شيء، بده تحصيل من قبل، يعني يكون ياخذ لقاحات. اجت لعنا منظمة اي واي دي شرحوا لنا على هذا اللقاح، ولقحنا نحن لقاح الجدري للابقار موجوده عندنا، ويعني كويس فعله انه ما باثر لا على الحمل ولا باثر على الولاده ولا باثر على المشي ولا باثر على كل شيء، ما باثر شيء على الخالص.